إذن التغذية السليمة لحتى نستطيع أن نتجنب الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا. رح نعرف عنها أكثر طبعا من أخصائية التغذية ربا مشربش. أهلا وسهلا فيك. أهلا مايس، كيفك؟ كيف حالك؟ تمام الحمد لله. تمام أهلا وسهلا. طيب هلا ربا، إحنا مجرد ما نصاب بنزلات البرد أو الإنفلونزا أو الرشح وغيره، على طول أهلنا بيقولوا لنا تناولوا فيتامين سي. هل هذا الموضوع صحيح ولا لا، أنه نتناول فيتامين سي خلال المرض؟ هلا هذا شائع جدا، إنه أول ما الواحد يمرض بتذكر إنه لازم يلجأ للأغذية المناسبة ويبدا ياخذ سبلمنت من فيتامين سي او نعم. مثلا اشياء ثانيه. هلا اللي بدي احكي عنه انه كل الدراسات العلميه عم تحكي انه فيتامين سي بوقت الانفلونزا او الرشح ما في هالشيء الايجابي او التاثير الايجابي جدا، يعني من الدراسات العلميه. فعشان هيك دائما بنحكي لما احنا ندخل على موسم الشتاء عندنا اطفال او بنحس انه هذا الطقس اللي هي ممكن تكثر فيه نزلات البرد، الاحتقان وغيرها، يفضل نحسن نظامنا الغذائي عشان نشتغل على الوقاية. نعم. أكثر ما إنه لما ننصاب فيه نحاول نشوف إيش نعمل عشان العلاج. فهي التغذية بتدخل أكثر بعملية الوقاية، ونختار الأغذية المناسبة وندرمجها بأكلنا بأكثر من طريقة عشان ناخذ المستوى المناسب من فيتامين سي، لأنه فيتامين سي له علاقة بالمناعة طبعا. نعم. وفي عنا كمان عدة فيتامينز ثانية ومعادن ثانية لها دخل بتقوية الجهاز المناعي عشان نقدر نتجنب الإصابة بكثير من الأمراض. يعني إحنا لازم تكون تغذيتنا سليمة ومناسبة، ونقدر نقول كمان غنية بفيتامين سي قبل الإصابة بالزبط. بالمرض، لأنه زي ما حكيتي مش رح يأثر إذا إحنا لما ننصاب بالبرد أو الإنفلونزا أو الرشح ناخدها، مش كتير رح يكون تأثيرها قوي. طيب إيش هي التغذية المناسبة اللي إحنا لازم نتناولها لحتى نقي أنفسنا من هاي الأمراض؟ أوكي. هلأ في عنا زي ما حكينا في بعض الفيتامينات الضرورية للوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد وغيرها، من أهمها في عنا فيتامين سي، وهلأ رح نحكي وين موجود وكيف نقدر ندمجه بأكلنا خاصة بفترة الشتاء. نعم. في عنا فيتامين A. فيتامين A ضروري لكتير أشياء. فيتامين A في عنا عدة مصادر لإله، في مصادر حيوانية وفي مصادر نباتية. المصادر الحيوانية بناخده على شكل ريتانول من الأجبان، من الألبان، من الحليب وغيرها، حتى الأسماك واللحوم. وفي عنا مصدر كتير غني بالمواد المضادة للأكسدة اللي هو البيتا كاروتين. هذا عبارة عن هو موجود بالجزر أكتر إشي، موجود صح؟ مثلا بالجزر أو الأشياء الخضروات اللي بنقدر نحكي لونها أصفر على برتقاني، البطاطا الحلوة مثلا. ففيتامين A هو مواد مضادة للأكسدة، فبنقدر نتناول هاي الأغذية الغنية بفيتامين A. ففي عنا فيتامين C، في عنا فيتامين A، في عنا كمان فيتامين نسميه فيتامين E. فيتامين E يعني مادة يعتبر من الفيتامينات المضادة للأكسدة، وبرضه فيتامين E كتير له دخل بالجهاز المناعي، وكتير من الدراسات أثبتت إنه إذا الشخص عنده نقص بفيتامين E ممكن يأثر على جهازه المناعي وما يكون بيشتغل بالفعالية المطلوب منها. نعم. ففي عنا فيتامين C وE وA وA، حتى في عنا فيتامين B6 موجود كتير بالبقوليات والحبوب الكاملة. فهدول تقريبا مجموعة الفيتامينات الضرورية نقدر نركز عليها بغذائنا في فصل الشتاء عشان نتجنب كتير من الأمراض. وبرضه في عنا بعض المعادن، من أهمها عنا الزنك والسيلينيوم والكوبر. نعم. فبنقدر نلخص هاي الفيتامينات والمعادن ونحاول ندمجها أكثر بنظامنا الغذائي عشان نتجنب نزلات البرد والإنفلونزا وغيرها. نعم، يعني إحنا بنقدر نقي أنفسنا من خلال هالفيتامينات والمعادن اللي حكيت فيها. طيب نشوف وين بتكون موجودة، خصوصا على بعض المعادن اللي ذكرتيها اللي مش كتير معروفة يمكن للأشخاص. أوكي. إذا نبدأ فيتامين إي، لأنه له دور جدا كمان بالجهاز المناعي وتقوية الجهاز المناعي. فيتامين إي هو من الفيتامينات اللي بتدوب بالدهون، فعشان هيك بنلاحظ أكثر موجود بالزيت. كتير بنختار دائما لما نحكي على زيوت، بنحكي دائما نحاول نختار الزيوت اللي نحكي صحيه اكثر. نعم. زي زيت الكانولا، زيت الزيتون، حتى زيت الصويا فيها فيتامين اي عالي، فممكن نستخدمه بالطبخ. يعني نحاول نكثر من الزيوت اكثر من الزبده العاليه بالدهون، لانه كتير من الدراسات اثبتت حتى انه السمنه وزيادة تناول الدهون بتأثر على الجهاز المناعي. يعني الأشخاص اللي عندهم زيادة وزن وسمنة عالية، نعم، هم كمان بيأثر هذا الإشي على جهازهم المناعي. نعم. فبالشتاء خاصة بفصل الشتاء ممكن نركز على ناخد الجوز، فيه كمية كبيرة من فيتامين إي، والزيوت المفيدة، حتى
حتى الخضار الورقية، الخضار الورقية فيها أكثر من شغلة، في عنا فيتامين إي، نسبة من فيتامين إي، وبرضه حتى في عنا نسبة من فيتامين سي والبيتا كاروت، يعني فيتامين إي موجود كمان حتى بالخضار الورقية. لما نقول خضار ورقية يعني شو بنقصد فيها؟ بنقول سبانخ، سبانخ، ملوخية طبعا، بس السبانخ من الفيتامين ال، يعني من الخضروات الورقية اللي كتير غنية، وكل ما رحنا على الخضار الورقية اللي لونها أخضر أكثر كل ما كانت غنية أكثر. فممكن احنا انا كثير بستعملها حتى لما احضر السلطات بالبيت، مرات بحط خس وسبانخ او سبانخ، يعني بستخدمه فريش طازج قد ما بنقدر، خاصه للاطفال اللي ما بيحبوا تناول السبانخ مطبوخ، صح. ممكن ندخل السبانخ مع الاكل، مع الاكل، بس اهم شيء نتاكد لعمليه غسله وتنظيفه بشكل كثير جيد. ممتاز. طيب في عنا الفليفلة معروفة، الفليفلة أنا اخترتها من لأنه فيتامين سي، فيتامين سي موجود بالجريب فروت، بالبرتقال، أنا جايبة جريب فروت وبرتقال فريش، وفي عنا عصير من البرتقال. إذا بدنا نحضر عصير جريب فروت وبرتقال كتير مهم يكون طازج قد ما بنقدر، يعني نعصره ونشربه دغري على طول، على طول عشان ما نخسر فيتامين سي، لأنه فيتامين سي من الفيتامينات اللي كتير بتأثر بتأكسد وممكن نخسره بسرعة. فنحاول إذا بنقدر نتناولهم طازج، وإذا بدنا نعمله عصير يكون معصور حاليا ودغري نشربه عشان نقدر ناخذ فيتامين سي قد ما بنقدر منه. طيب ربا، احنا سمعنا انه هو يعني افضل انه يعني ناكل البرتقالة زي ما هي، ما نعملها عصير، ما نعمل الجريب فروت عصير، بتكون فائدتها يعني مركزة اكثر فيها، هل هذا الشيء صحيح؟ طبعا، لانه احنا عم ناخذ هون غير فيتامين سي، عم ناخذ الياف، الفيتامينات ما بتكون كثير تعرضت للاكسجين، ما صار في عندنا تاكسد وخساره للفيتامين. طبعا دائما احنا لما نروح على الفواكه قد ما بنقدر ناخذ الفواكه طازجه، بس بدي انبه على شغله، نعم. يعني حتى لو البرتقال احنا بنقشرها ومنكب قشرها، نغسلها بعدين نقشرها، لانه من اهم اسباب الانفلونزا اللي هي الاصابه بالبكتيريا او انواع من الفيروسات، صح. وهي ممكن تنتقل من النظافه الغير جيده، فكتير مهم حتى لو بدنا نعصر احنا ليمون، برتقال، اي شيء دغري لازم نغسلها. هاي العاده اللي دائما موجوده، ناخذ من السله وبنعصر، اغسلي ونشفيها بعدين عصريها عشان تقدري تقيمي قد ما بتقدري من الاتربه. وهذا بينطبق كمان كثير على البطاطا الحلوه والبطاطا العاديه، نعم. البطاطا الحلوه فيها نسبه البيتا كاروتين عالي اللي هو فيتامين اي، وبرضه ضروري جدا للوقايه من الامراض، ومهم للجهاز المناعي. فكتير مهم نغسلهم كتير منيح، لانه عاده الجزر، البطاطا، البطاطا الحلوه كميه الاتربه اللي بتكون عليها والمصاحبه لها عدد كبير من البكتيريا، كتير كبير، فنغسلها كتير. وانا بحب نخصص فرشاي غير فرشاية المجلة اللي بننظف فيها الدهون الموجودة على الصحون، فرشاي خصوصية للخضار عشان خاصة هاي الخضار نفركها كتير منيح قبل ما نقشرها. وأنا كتير بحب نعمل هاي الشغلة، نغسلها كتير منيح وننشفها، لما تقشريها نرجع نغسلها، لأنه حتى ممكن مرات يكون في بعض الأتربة وانت بتقشريها ضلها موجودة، وهذا من أهم أسباب انتقال البكتيريا والأمراض اللي كتير بتكتر بفصل الشتاء. نعم، يعني هو زي ما حكينا النظافة هي كمان كتير مهمة بالوقاية من أمراض الإنفلونزا، لكن أحيانا يعني إحنا بنقول إنفلونزا وبنقول برد، شو الفرق بين مرض الإنفلونزا وأمراض البرد المختلفة؟ هلا عادة لما نحكي نزلات برد ممكن يكون إشي بسيط، ممكن رشح بسيط، احتقان من طقس اللي عم بيصير. هلا الإنفلونزا هي أكتر سببها بكون فيروس، فعشان هيك لما نحكي للوقاية من الإنفلونزا غير التغذية السليمة، أكيد الشخص اللي تغذيته عنده نقص المعادن وتغذيته غير كافية أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وجسمه ما رح يقدر يحارب البكتيريا والفيروسات. فعشان هيك بنحكي إحنا للوقاية من الإنفلونزا كمان يكون في عنا ليفل النظافة، نسبة النظافة كتير كبيرة، من ناحية أشياء بسيطة إنه إحنا نغسل إيدينا قبل ما نحضر أي طبق، نعم. هاي كتير حكيناها قبل حتى إحنا بفقرة التغذية، النظافة لما نحضر الوجبات الغذائية بالبيت، اللحمة الفريش لما نمسك خضار طازجة بدنا نغسل إيدينا، بدنا ننتبه كتير لعملية غسل الإيدين لما نحضر الأطباق، وخاصة إذا في عنا أطفال بالبيت اللي إحنا منخاف عليهم إنهم يتعرضوا أكتر لأمراض الإنفلونزا أو غيرها من الأمراض. أوكي. هون أنا شغلة عملتها ميز إنه لما نعمل بطاطا مشوية، يعني إحنا دائما متعودين بنعمل صينية دجاج أو كذا بنحط جنبها بطاطا ندمج، مثلا هون بدمج بطاطا حلوة وبطاطا عادية. هل البطاطا الحلوة كتير موجودة وهي نقدر نحكي شوي أفيد من البطاطا العادية، خاصة من ناحية البيتا كاروتين النسبة اللي كتير عالية، فبنقدر إحنا نحضر البطاطا
يعني دائما بيقولوا لي مش عارفين كيف نحضرها، عادي مشويه مع اي اطباق مع سلطه التانية. كمان ممكن تنحط مع السلطه مع اي شيء بنقدر ندخل بطاطا الحلوة. طب هلا لما نسلقها البطاطا ما بتروح منها قيمه البيتا كاروتين اللي موجوده فيها؟ لا هلا البيتا كاروتين لا ما بتاثر، اكثر الفيتامينات اللي بتاثروا بالشطف او بالمي اللي هي الفيتامينات اللي بتدوب بالمي زي فيتامين سي ومجموعه فيتامينات بي، فعشان هيك بنحكي انه لما نغسل الخضره مش كتير ننقعها فترات كتير طويله، خاصه الخضار الورقيه لازم نغسلها منيح يعني ممكن بجاط فيه مي نقلبه اكثر من مره نرجع نقلبها لجاط ثاني، بس ما بصير تتركيها منقوعه. نعم، وهذا بنطبق على الخضار الثانيه، ما نتركها منقوعه فتره كتير طويله لانه الفيتامينات اللي بتدوب بالمي زي مجموعه فيتامينات بي وسي ممكن تتسرب لميه الغسل والشطف ونخسر احنا كميه اكبر من هاي الفيتامينات. طيب ربما انا لما انصاب بالرشح انا بهلك حالي فيتامين سي، يعني مش معقول لا مش سبلمنتس كثير باكل بردقان وكثير باكل هاي الاشياء وباكل وبشرب كمان زنجبيل. فشو اهميه الزنجبيل؟ نحن اللي حكيتي عليه شغله. هلا ما بدي الناس يفهموا غلط انه احنا لما نصاب بانفلونزا ما ناخذ فيتامين سي، هلا ما ناخذ فيتامين سي از سبلمنت الا اذا كان باشراف طبيب ولا داعي غذائي، بس ما في غلط انه احنا لما نصاب بالانفلونزا كثير مهم نركز على السوائل زي ما حكيتي برتقان وجريب فروت وغيرها، وحتى مي لازم ناخذ كميات كبيره خاصه اذا صاحبها ارتفاع في الحراره وانت عم تفقد كثير سوائل، فممكن بعده انواع من السوائل. الزنجبيل والتومه والبصل وحتى الالبان كثير في عليهم دراسات على الحفاظ للمناعه وتقويه الجهاز المناعي. فما في مشكله اذا قطعنا زنجبيل وحطينا عليه مي مغليه ونقعناه شوي وشربناه ممكن يفيد شوي. وحتى التومي والبصل قد ما بنقدر ندمجهم باكلنا، والالبان عليها دراسات لتقويه الجهاز المناعي. طيب هلا انت زي ما حكيتي ربا، يعني خلال المرض اذا احنا من قبل اصلا ما بنتناول مثلا الاغذيه الغنيه بفيتامين سي او فيتامين اي او فيتامين اي زي ما حكيتي او البيتا كاروتين او غيره، مش كتير هذا رح ياثر علينا خلال المرض، يعني مش كتير رح يساعدنا انه اصلا احنا مناعتنا بتكون قليله وبتكون مش لهالدرجه قويه. لكن يعني خلال المرض عايش نركز، بما انه هدول يعني ما في منهم امل، بس خلينا شوي هيك نحس انه في شيء يساعدنا حتى لو نفسيا. هلا فيتامين سي زي ما قلت لك قبل اهم شيء ما نلجا للحبوب السبلمنتس او المكملات الا اذا كان في داعي طبي، الطبيب طلب هذا الشيء اوكي. اذا الطبيب ما طلب ما في مشكله اذا شربنا حتى برتقان حتى اذا اخذنا فيتامين سي من المصادر الطبيعيه. نعم. يعني بدنا نركز على كميه سوائل كثير كبيره نشربها. النظافه الاهم شيء خاصه لما نحضر الوجبات لشخص عندنا مريض اذا كان طفل او كذا ننتبه اكثر واكثر. الراحه والغذاء المناسب القليل بالدهون والمنوع كمان اذا نحكي، ونراعي انه حتى مرات اذا كانت الخضار ما تكون فريش نقدر نقدم له اياها مطبوخه لانه جهاز المناعي بيكون قوي مش قوي كثير، فبنخاف انه اذا تنتقل له ما كانت مغسوله الخضار كثير منيح، واذا نقدمها طازجه بدنا نركز على غسلها جيدا بالمي. طيب هلا بعيدا شوي هيك عن الاغذيه ونحكي عن المدخنين، هل صحيح انه المدخنين لما ينصابوا بنزلات البرد والرشح والانفلونزا اللي كنا عم نحكي عنها بتكون مناعتهم اقل من الشخص غير المدخن؟ هذا شيء طبيعي، واصلا هم احتياجاتهم من فيتامين سي اكثر من غيرهم. نعم. يعني دائما المدخنين لما نحكي احنا من احتياجات فيتامين سي احتياجاتهم من فيتامين سي كثير اكثر. اول شيء لازم يحاول يعمله طبعا تخفيف من الدخان، بس يركز انه يدمج بغذائه اكثر من مصدر من فيتامين سي لتقويه جهازه المناعي لانه اكيد رح يتاثر طبعا. طيب انا بدي اقرا شويه تعليقات على الفيسبوك للاشخاص اللي عم بتواصلوا معنا. امل حماشه عم بتضيف بتقول المهم انه احنا نتناول الحمضيات، بس زي ما حكت ربا يعني ما بدنا نتناول الحمضيات بس بوقت المرض كمان بدنا قبل نركز عليها باول موسم الشتاء، نحاول ندخل هاي الاغذيه قد ما بنقدر بنظامنا الغذائي. نعم. في عنا كمان ادم عم بيقول صباح الخير، في بعض اصناف الاكل او المشروبات بتاثر على الامراض بشكل سلبي او ايجابي، يعني مثلا لما نكون مصابين بنزلات البرد او الانفلونزا زي ما حكينا اذا تناولنا مثلا هذا النوع من الاغذيه ممكن يزيد المرض ولا طبعا عنا. اللي هي الاغذيه الغنيه بالدهون يعني بهاي الفتره جهاز المناعي يعني الواحد بده يحاول يدير باله عليه، فكثير بدنا نبعد عن الشيبس عن الاغذيه اللي فيها دهون كبيره، الاطعمه المقليه خاصه اذا كان في عندنا غثيان او لعيان او اسهال وغيرها، فبدنا نحاول نبتعد على الدهون بشكل كثير كبير، ونحاول نختار الأغذية اللي فيها نسبة مي وفيتامين سي زي ما حكينا أو فيتامين إي بكميات كبيرة، ولكن يكون الطبخ حتى أنا بفضل بهذا الإشي السمك يكون مطبوخ
البخار، الدجاج مشوي بالفرن بكميات قليله من البهارات والدهون عشان ما تزيد من الاصابه او الاعراض الجانبيه وتقليل المناعه. اكيد قد ايه اكلتي بالثلج؟ بدناش نحكي عن الثلج، قد ايه خبصنا؟ بقولهم انا اخصائيه التغذيه بس بالثلج عن جد يعني الثلج خلص ببطل اي حدا له علاقه بالصحه قد ما بنضلنا قاعدين وبنضلنا ناكل صح؟ لا لا لازم ندير بالنا صحتين يعني. هلا بدايه جديده قلنا ثلاث ايام عم نخبز هلا بنرجع عادي. انا كمان يعني مش معقول قديش اكلت. وهلا طعمتونا من اكله كيكه ترندا فيعني خلص كملت يعني خلص. لا من بكره لازم نبلش تخفيف الاكل ونمسك حالنا. طيب روبا شكرا لك. شكرا واهلا وسهلا فيك. تسلمي. شكرا روبا.